بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بادئ ذي بدء أقف وقفة خشوع وإكبار وإجلال على أرواح الشهداء الذين فقدناهم في هذه الحرائق، والذين بلغ عددهم 17 شهيد مدني على مستوى ولايتي تيزي وزو وسطيف، و25 عسكري فقدناهم رحمهم الله وهم يؤدون واجبهم في إسعاف وإنقاذ المواطنين. فألف رحمة عليهم، نعزي أنفسنا ونعزي أهاليهم وأقاربهم ورفاقهم وقيادتهم، ونحتسبهم عند الله مع الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بالنسبة للحرائق، فقد مست 18 ولاية من ولاياتنا العزيزة، وبلغت عدد الحرائق 71 حريق. وبالرغم من أن الظروف الطبيعية الحالية تساعد على انتشار هكذا حرائق، فإن الأيادي الإجرامية ليست ببعيدة عنها، وقد أثبتت التحليلات الأولية على مستوى منطقة تيزي وزو بأن أماكن انطلاق هذه الحرائق كانت مختارة بصفة دقيقة، تسمح طبعا بإحداث أكبر قدر عدد من الخسائر، وتمنع حتى اختيار هذه المواقع كان في مناطق ذات تضاريس وعرة وصعبة لوصول النجدة ووصول الإسعافات. وما يثبت الفعل الإجرامي ما قامت به مصالح الأمن من القبض على مجرمين على مستوى مدينة المدية، اعترف أحدهم بالفعل الإجرامي، ولن تتسامح الدولة في هذا الإطار من متابعة ومحاكمة ومعاقبة هؤلاء المجرمين الذين قاموا بهذه الأفعال الإجرامية تجاه المواطنين الأبرياء واتجاه ثروات الوطن. منذ الساعات الأولى من اندلاع هذه الحرائق وبتوجيهات صارمة ومتواصلة، أقول متواصلة، من طرف السيد رئيس الجمهورية، قامت الحكومة بتسخير كل الوسائل وتوجيه كل الإمكانيات من أجل القضاء والتحكم في هذه الحرائق وإنقاذ الأرواح البشرية التي طبعا هي مهددة بهكذا كوارث. فكل الوسائل وضعت على مستوى ولايات الوطن، خاصة ولاية تيزي وزو المتضررة الأكثر من هذه الحرائق، حيث لاحظنا طبعا توجه المئات من رجال الحماية المدنية ومن أسلاك الأمن الأخرى الذين قاموا في الساعات الأولى من بداية هذه الحرائق بعمل جبار ورائع، وهذا بمساعدة الآليات التي وجهناها إلى هذه الولاية، وهذا ما سمح بإطفاء العديد من الحرائق. ولكن الظروف المناخية التي تساعد على انتشار هذه الحرائق أعاقت المجهودات التي كانت مبذولة. وكما لاحظتم وبتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية، قام وفد وزاري مشترك صبيحة هذا اليوم بزيارة هذه المناطق للوقوف على حجم الخسائر وحجم الكارثة، وقد أسدينا تعليمات للوفد بطمأنة كل المواطنين وكل الذين خسروا مساكنهم أو ثرواتهم أو مواشيهم أو ثرواتهم الزراعية. أكدنا بأن الدولة سوف تقوم بتعويضهم تعويضا كاملا وتاما عن هذه الخسائر. فالدولة كما تلاحظون تقوم بكل المجهودات، وقد سخرنا كل الإمكانيات والمرافق العمومية من أجل استقبال المواطنين الذين تأثروا بهذه الكارثة. فأعطينا تعليمات صارمة لوالي الولاية بتوجيه كل الإقامات الجامعية المتوفرة حاليا وكل الفنادق حتى الخاصة منها لإيواء كل المواطنين الذين تضرروا من هذه الحرائق، وتوفير لهم كل الوسائل اللازمة لإقامة كريمة وإقامة في ظروف في أحسن الظروف حتى تمر هذه الكارثة بإذن الله تعالى. من جهة أخرى، فإن الدولة تعمل طبعا مع شركائنا الأوروبيين، خاصة من أجل كراء بعض الطائرات الخاصة بإطفاء الحرائق لكندا، ونحن في اتصالات جد
جد متقدمة مع الشركاء الأوروبيين من أجل إتمام إن شاء الله هذه العملية في أقرب وأحسن الظروف إن شاء الله رب العالمين، وسوف تساعدنا هذه العملية في الإسراع بإطفاء هذه الحرائق. لا يفوتني في هذا المقام أن أحيي الهبة التضامنية الواسعة التي شاهدناها من طرف المواطنين والذين لم يدخروا أي جهد في توصيل مساعدتهم وإعانتهم لهذه المناطق التي مستها هذه الحرائق، وأنا وإذ أشكرهم على هذا فإنني أؤكد لهم بأن الدولة تقوم بكل واجبها وتقوم بتسخير كل الإمكانيات طبعا من أجل القضاء على هذه الحرائق والعودة إلى الحياة الطبيعية للمواطنين. فشكرا لكل مواطنين الذين ساهموا في التخفيف من معاناة المواطنين الذين مستهم هذه الكارثة.